وشط ومضربين شايلين حكاوي كتير، أجيال بتلعب من زمن من العجمي لحد أبو قير. دي اللعبة الشعبية الأولى لكل اسكندراني، وتراث كبرنا عليه وفينا ساب تأثير. اللي ملوش ماضي مستقبله مجهول، وإحنا تاريخنا طويل ومسيره لسه يطول. الكورة نجمة بعيدة واللي غواها ينول، والدنيا سكة سفر للي غوى مشاوير. صباح الفل يا كابتن محمود. صباح الجمال يا استاذ بشر، منوره اسكندريه. الله يخليك، منوره باهلها. اسكندريه جميله الحمد رب العالمين، وفعالياتها مختلفه جميله باهلها واهل مصر. الزوار اللي بيجوا يعني ضيوف عندنا من جميع المحافظات هم اللي بينوروها بصراحه يعني. الله يخليك يا كابتن محمود. انتوا بقى، انا مثلا ما كنتش عارفه ان في فعاليات كده، ده كل رمضان قبل الفطار ولا هي لعبه الراكت ديت يعني تعتبر لعبه فولكلور شعبي رمضاني؟ رمضاني يعني. لو حضرتك تنزل الحواري حاليا دلوقتي في الشوارع هتلاقي كل شاب وكل عيل صغير ماسك مضرب وعمال يلعب. فعلا في رمضان. لو خوطنا جوه كده سكه حديد هنلاقي سكه حديد. حضرتك تعدي الكوبري كده اهوت هتلاقي، لو تيجي الكاميرا هتشوف الشوارع كلها، في الحرمين، في المنتزه، شارع جميع الشوارع المحيطه بالمنظره، وجميع شوارع اسكندريه بلا استثناء يعني. الالعاب دي بتبقى رالي كده يا كابتن ولا بتبقى بنقط وكله؟ والله احنا حاليا بصدد انشاء اتحاد للعبه. اتحاد للراكت. اتحاد للراكت. فبفضل المولى عز وجل كنا احد مؤسسي نادي اجيال التابع لمديريه الشؤون التضامن الاجتماعي، والعبد لله برضه اسست اول نادي تابع للشباب والرياضه، نادي المنتزة الرياضي. ادخلت فيه في 2019 لعبه الراكت. يعني ووضعنا ليها قوانين وعملنا ملعب، يعني ملعب احنا لسه يعني اتطمس حاليا. عملنا اول مسابقه رمضانيه للعبه الراكت في مصر. بنقط بقى بجوائز. النقط عباره عن ايه؟ الملعب 12 متر. كل لاعب واقف في 6 متر. الاتنين لعيبه هم فريق واحد. بيظهروا مهارتهم استعراضي انه الكوره عدد مرات رايح جاي بين اللاعبين، وعدد سقوط اكبر عدد مرات رالي في مده زمنيه معينه. سرعه بقى. سرعه. سرعه وقوه. الفريق اللي هيبقى فايز بقى اللي هو هيجيب اكتر عدد ضربات واقل عدد سقوط. فكرة حلوة. يعني بتعتمد على التناغم بين الاثنين لعيبه. التناغم بين الاثنين. تمام، الله ينور عليك. هي عمليه يعني بتبقى مشتركه بين الاثنين لعيبه. الاثنين لعيبه مش منافسين، لا ده فريق واحد. واللعبه الوحيده كل ما السن بيكبر كل ما بيزداد خبره اكتر من الصغير، لانه مش لازم يجري قوي، هو واقف. لا مش لازم، هو واقف طبعا، لكن هو متحكم انه فمعظم اللاعبين يعني في عندنا لاعبين بيوصل سنهم 80 سنه ما شاء الله. عندنا انا 62 سنه طلع معاش بقالي سنتين ما شاء الله، وبنمارس اللعبه من الثمانينات. بس في برضه اطفال وشباب. انا شايفه عندنا اطفال وسيدات. عندنا طبعا ان شاء الله كابتن انجي هتحضر، ديت اسست اول فريق راكت للسيدات في اسكندريه، بتلعب في نادي الاتحاد وفاروس. ممكن اشوف مضرب حضرتك؟ اتفضل يا فندم. الكوره كره تنس عاديه؟ كرة عادية. ايوه، بس المضرب ده انا اسمع ان في ناس معينين بيعملوا الحاجات دي عمولة هنا في اسكندرية. ايه المواصفات اللي لازم يتعمل عليه؟ المفروض يبقى اهم حاجة يبقى مفرغ وخفيف. خفيف. بيكون المضرب من 3 طبقات. الطبقة اللي في الوسط بتبقى مفرغة عشان تعمل الصوت ده وتمتص الكورة. الطبلة ده هي وتعمل ردة كورة أقوى. وصوت طبعا يعني لاعب الراكت بيحب الصوت. بيحب الصوت الراكت. طبعا دي نغمه عنده، سيمفونيه. كابتن محمود، في البيت لما بتقول لهم مع السلامه انا رايح الراكت كل يوم، في حد مراتك او ولادك او كده بيجوا معاك ولا بيلعبوا؟ لا لا بيلعبوا يعني. عندي بنتي ندى يعني الحمد لله يعني لعيبه، بس طبعا عشان الامتحانات ما تقدرش تيجي. عندي سميه وعندي مريم. لكن يعني ولادك بيلعبوا؟ لا بيلعبوا بيحبوا الدقه. محدش قال لك مثلا ده ايه تضييع الوقت ده يا بابا؟ الاسكندريه كلها بتحب الراكت. بتقول لي ان في سياح بيجوا يقفوا معاك؟ سياح طبعا بيحبوا اللعبه وبيجوا يلعبونا وبيوقعوا بالقلم على انا شايفه ان انتوا في وسطيكوا كمان ناس ذوي احتياجات خاصه. طبعا. وان هم شاطرين وبيلعبوا قدام بقى. عندنا طبعا كابتن وليد محمد دوت نجم فريق المستقبل لكره السله. ده برضو علمته الحمد رب العالمين ودربته. انا عاجبني يا كابتن محمود ان انت عندك روح جماعه كده وروح انبساط وعايز تبسط الناس اللي حواليك. خير الناس انفعهم للناس. صح. خير الناس انفعهم للناس. صح.
الواحد بيحس بسعاده لما بينظر السعاده في وجوه الاخرين. كابتن محمود هتعرفني على كابتن انجي اتكلم معاها؟ اكيد كابتن انجي موجوده، دي يعني احد العناصر النسائيه في اسكندريه. أيوة، وعندنا برضو كابتن موريس دوت، يعني ده معلمنا الراكت يعني. كابتن موريس طبعا. طب ينفع نقابل كابتن انجي وكابتن موريس لو ينفع؟ تحت امر سعادتك يا فندم. الله يخليك يا كابتن محمود.